طيب يعطيكم العافية جميعا. اليوم يا جماعة بالسيشن هذا الحالي زي ما حكينا رح نبدأ أو رح نغطي عمليات الأريثمتيك أوبريشنز on signed numbers تمام using the two's complement method طيب خلينا نتذكر شغلة حكيناها سابقا. فرضا إذا حكيت لك أنا بدي أذكركم بالصيغة هاي x ناقص y. إذا متذكرين x ناقص y حكينا إيش بتساوي إذا بدي أحولها لعملية جمع، ودائما طبعا العملية راح تكون عملية جمع. x زائد ناقص y. x زائد ناقص y. ممتاز يا سيدي. إذا x حكينا زائد ناقص y صح؟ بالمقابل لو أحكي مثلا عندي ناقص x ناقص y تمام؟ إيش هاي بتساوي؟ بصيغة الجمع سالب x زائد y سالب x زائد y زائد y ولا زائد ناقص y؟ زائد ناقص y زائد ناقص y تمام؟ وبنفس الطريقة إذا في عندي ناقص x زائد y راح تكون بنفس صيغتها اللي هي ناقص x بعدين بدي أجمعها ل y وآخر الشغل اللي هي أسهل إشي اللي هو ال x زائد y هاي تبقى كما هي x زائد y. طيب خلينا نأخذ أمثلة على هذا الموضوع. طيب إذا بداية نبلش بالإشي السهل. إذا أول شيء مثلا حكيت لك والله مثال 6 زائد 11 هذول الرقمين طبعا ديسيمال بدنا ان نوجد قيمتهم طبعا زي ما حكينا دائما باستخدام التوس كومبلمنت عمليات الجمع والطرح وهاي العمليات الاربعه اللي ذكرتها بدنا دائما نستخدم هي طريقه واحده التوس كومبلمنت زي ما اجهزتنا بتستخدم. طيب ال6 زائد 11 يلا شو بدي اعمل 17 انا بدي الباينري يوزينج توس كومبلمنت 6011 هلا مباشرة في عندي أنا خط أعداد بكون راسمه طبعا هون using 8 bits باستخدام 8 bits قلت لك دائما لما أعطيك عملية جمع أو طرح من هاي العمليات أنا فقط هون رح أستخدم التوس كومبلمنت تمام فقط رح أستخدم التوس كومبلمنت. طيب إذا 6 زائد 11 الستة كيف بدي أمثلها باستخدام 8 bits مباشرة 0 1 1 راح تكون عندي هي إذا بدي أبلش من اليمين 0 1 1 وعندي 5 zeros وال 11 اللي هي إيش اللي هي 8 و3 صح هاي 8 1 1 0 1 1 1 وهون عندي zeros. العملية اللي بدي أقوم فيها إيش دائما حكينا عملية جمع شو الجواب راح يطلع عندي المفروض إحنا حكينا إنه الجواب راح يطلع 17 صح طيب خلينا نشوف إذا الجواب بيطلع لنا 17 هاي واحد هاي صفر واحد صفر واحد صفر واحد هاي واحد وهاي 3 zeros. طيب يا جماعة الجواب هون اللي طلع عندي بداية هل هو موجب ولا سالب؟ موجب موجب وبما انه موجب طبعا انا بستخدم التوس كومبلمنت قاعد بما انه موجب شو قيمته؟ نحول على طول 17 موجب 17 بحول مباشرة بدون اي شيء وراح تكون القيمة هي 17 هيها 16 زائد واحد اللي هي 17 باختصار تمام طيب هذا اول مثال
طيب ناخذ مثال ثاني. اذا حكيت لك والله اوجد لي مثلا 17 - 7 تمام، برضو 8 bits. يلا يا جماعة شو اللي بدنا نعمل هون؟ نحول ال 17 ونحط السبعة تحتيها. ال 17 شو قيمتها؟ 16 و1 هاي اللي وجدناها هون، هاي 1001 وهاي 3 zeros. إذا هاي ال 17 هيها بدي أجمعها مع إيش أنا؟ سالب 7. سالب 7. طب كيف بدي أوجد السالب 7؟ باجي على جانب هون بوجد أول إشي البلس 7 زي ما تعلمنا. البلس 7 اللي هي بتكون 0 0 0 0 0 1 1 1. هاي هي البلس 7 صح؟ مزبوط. طب كيف بوجد الماينس 7؟ يلا أنا أقل... إيش الماينس 7؟ توز كومبليمنت اخر واحد، اول واحد ببلش من اليمين، الواحد بنزله كما هو وبعدين باخذ الباقي 0 0 وعندي 1 1 1 1. هذا الرقم هو اللي باجي بدي احطه هون. اذا هون عندي 1 1 1 1 0 0 1. لاحظوا الجواب ايش لازم يطلع يا جماعة؟ الجواب ايش لازم يطلع؟ 10 موجب صح؟ الجواب لازم يطلع موجب. اذا بالجواب عندي هون لازم تطلع الساين بت مالها 0 ولا 1؟ 0 0. ممتاز ممتاز ابراهيم. طب نقوم بعملية الجمع. هاي 0 1، هاي 1 0 1 0 1 0 1 0 والكاري هاد 1. طيب طبعا يا جماعة أنا لما بدي أطلع على الرقم أنا ما إلي دخل بآخر كاري هاد، تمام؟ شو بتطلع؟ بتطلع على الساين بيت اللي هي الموست ليفت بيت بعدد البيتس اللي أنا معطيك إياهم لتمثيل السؤال أو لحل العملية. أنا كم عندي 8 bits؟ وين الموست ليفت؟ هيها صح؟ زيرو. اللي هي زيرو. طيب تعال أوجد شو أنا قايل لك، شو الديسيمال فاليو؟ شو القيمة الديسيمال؟ لا هذا سؤال. أنا طبعا شو ممكن أكون معطيك؟ ممكن ما أكون معطيك 17 ناقص 7، ممكن أعطيك أكون معطيك الريبريزنتيشن هذا الباينري وأقول لك أوجد لي الجواب وأعطيني الديسيمال فاليو إله. واضح؟ فيلا يا جماعة إيش الديسيمال فاليو اللي طلعت عندي هون؟ 10. هيها 10. 8 و2 صح؟ 8 و2. هل في داعي أرجع أحول؟ لا لأنه موجب. لا لأنه موجب. ممتاز ممتاز ممتاز. طيب نأخذ مثال ثاني. هلا سالب، خلينا نأخذ 7 - 20 تمام. يصير سالب 7 + 20. لا ليش يا رانيا سالب 7؟ مش بدها تصير سالب 7 + 20؟ لا ليش؟ لا بتصير 7 + 20. تمام. هلا السبعة تمثيلها هي مباشرة 1 1 1 وخمس صفار، طبعا باستخدام 8 bits. خلينا نضل نحل مبدئيا باستخدام 8 bits. وهاي 0 0 تمام. اذا 8 bits هون بس مشان 8 bits. تمام. اذا هاي السبعة. هلا بدي الناقص 20. الناقص 20 كيف بوجدها؟ نوجد الموجب منها، بوجد الموجب وبعدين باخذ التوس كومبلمنت. طيب
العشرين هي 16 وأربعة صح؟ 16 و4 مظبوط؟ مظبوط. هاي هي إيش؟ هاي هي البلس 20. بس أنا بدي إيش؟ بدي الماينس 20 صح؟ طب يلا حولوا لي هاي، بدي أوجد الماينس 20، شو بعمل؟ بنزل واحد. يلا شو الجواب بيكون؟ تفضل يا جنان. بنزل أول خان، أول خان من اليمين بنزلها زي ما هي زيرو. طيب بعدين بقلب كل الأرقام بتصير واحد. لا زيرو. لا لا يا جنان، مليح اللي أنت حكيتي. بنزل الواحد وبعدين بعكس. جنان والحكي للجميع، أنا ببدأ يا جنان من اليمين، تمام؟ ببدأ من اليمين، تمام. بنزل البتس كما هي عبين ما أوصل لأول واحد. مش بنزل أول بت فقط كما هي. أوكي. لا أول خان عند حد واحد. أو بمشي ببدأ من اليمين، لو عندي هون واحد ماشي بنزلها بس الواحد هي كما هي وبعدين بقلبهم، بس أنا عندي الواحد هي هون، إذن بنزل البيتس كلها كما هي عبين ما أوصل لأول واحد، فرح أنزل صفر صفر واحد بعدين البقية بأخذ الانفرس، بأخذ الانفرس إلهم. وضحت يا جماعة؟ وضحت يا جنان؟ وضحت. تمام، إذن هون واحد صفر واحد واحد واحد، إذن هذا هو الناقص عشرين اللي وين بدي أجيبه؟ اللي بدي أجيبه هون، اللي هو يناقص عشرين. أنا بدي أجمع سبعة مع ناقص عشرين، إذن هاي زائد، والرقم هذا اللي نتج عندي بحطه هون، صفر صفر واحد واحد صفر واحد واحد واحد. هلا بوجد الناتج. الرقم يا جماعة اللي راح يطلع عندي شو المفروض يطلع؟ سالب ولا موجب؟ سالب. طيب خلينا نشوف إذا بيطلع سالب. يلا نجمع، هاي واحد واحد صفر واحد واحد صفر واحد 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 واحد، تمام؟ طيب إجا طلع معك الناتج هيك، أنا قايل لك إيش الديسيمال فاليو للناتج، لناتج هاي الأوبريشن، شو بدك تعمل هلا؟ هاي بتوز؟ طبعا كل احنا كل الاوبريشنز هي توز كومبلمنت. بنزل الواحد وبعكس الباقي بصير بموجبه صح؟ ليش بس؟ ليش يا رانيا؟ عشان اخليها موجبه. هلا اول اشي بتطلع عليه بالناتج حكينا هو الساين بت، مظبوط؟ هو الساين بت. الساين بت واحد، اذا شو معناها؟ الرقم ماله؟ سالب. الرقم سالب. طيب ما انه الرقم سالب، انا بدي اوجد قيمته، اذا بقول هذا قيمته ناقص وبفتح قوس، متذكرين؟ باجي بحول هذا مشان الاقي القيمه اللي جوا الاقواس، بدي احول هذا الرقم الى ايش؟ باستخدام التوز كومبلمنت. فهاي الواحد هون ببدا من اليمين، بنزل الواحد كما هي عشان ها اول بت عندي باليمين واحد، والباقي باخذه الانفرس 0 1 1 0 زيرو 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 زيرو. الجواب ايش المفروض يطلع عندي؟ ناقص 13 صح؟ طيب وهون شو طلع عندي؟ هاي 8 و4 و1 مضبوط؟ اللي هي 13. وضحت الامور؟ وضحت دكتور، بس مش عارفة ليش أنا يعني ليش حطيت سالب 13 بالآخر؟ مش هلأ صارت كلها موجبة؟ لا أنا 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 رانيا، هذا الجواب اللي طلع عندي، أنا الجواب اللي طلع، هذا الجواب اللي طلع عندي، هيو هذا سالب وإحنا حولنا للموجب صح؟ حولته للموجب مشان ألاقي قيمته، مشان أعرف قيمته. يعني أنت، أنا إذا سألك وأعطي قلت لك أعطيني حل لي المسألة هاي واعطيني الباينري ريبريزنتيشن، انت هون لهون جوابك صحيح. طب انا اذا بسألك شو الديسيمال فاليو للجواب، فهمتي علي رانيا؟
هلا سالب 13 اللي اخر شيء انت كتبتها هي للي فوق ولا اللي تحت؟ هي جوابي، هذا جوابي. خلص ماشي. لا شكلك مش فاهمه. اطلع يا رانيا. هلا هلا خليني اوضح لك. انا عملت الاوبريشن تمام، قمت بالاوبريشن بالعمليه، جمعت وطلع معي الجواب هذا صح. وانا ايش بستخدم، شو الميثود اللي بستخدمها؟ توس كومبلمنت مزبوط. اذا متذكر المحاضره الماضيه حكينا لما انا بستخدم التوس كومبلمنت طلع عندي، اعطيتك انا قيمه باينري وقلت لك هذا ممثل باستخدام التوس كومبلمنت. شو قيمته؟ شو قيمته؟ حكيت لك اول شيء بنطلع عليه الساين بت صح. اذا الساين بت زيرو معناته بس بحط الرقم تحت خط الاعداد وبوجد قيمته مزبوط. فهمت. طب اذا الساين بت 1 اذا هذا رقم سالب لازم احوله للموجب. طيب ايوه يا عيني عليك. طب شو قيمه هذا الرقم السالب؟ لازم احوله ارد اخذ التوس كومبليمنت مشان اوجد قيمته السالبه. وضحت؟ وضحت. وضحت يا رانيا. طيب ممتاز. رد ناخذ كمان مثال مشان تتوضح الامور اكثر. ناخذ كمان مثال، مثلا اذا حكيت لك ناخذ الصيغه الثالثه، حكيت لك ناقص 13 ناقص 25. حلو الكلام. هذا بصيغه الجمع ايش بصير؟ ناقص سالب 13 زائد سالب 25. ممتازين. سالب 13 زائد سالب 25. إذا بدي أوجد السالب 13 وبدي أوجد السالب 25 وبعدين بدي أجمعهم لبعض. طيب السالب 13، السالب 13 كيف بوجدها؟ بطلع الموجب بعدين بطلع السالب، بطلع الموجب بعدين باخذ التوس كومبلمنت له مشان أطلع السالب. طيب ال 13 هي 8 و4 و1 صح؟ 8 4 1 والباقي زيروز. هاي مالها؟ هاي البلس 13. انا بدي الماينس 13 كيف بطلعها؟ باخذ التوس كومبلمنت لهذا الرقم اللي هو راح يكون 1 1 0 0 1 1 1 1. اذا هذا هو الماينس 13. طب باجي للماينس 25، أول إشي بدي أوجد الرقم الموجب. ماينس 25 بلس 25 سوري، 25 إيش هي؟ 16 8 و1 وهي 3 زيروز. طيب هلا مشان أوجد الماينس 25 شو بدي أعمل؟ نفس الإشي باكس، بدي اخذ التوس كومبلمنت، ببدا من اليمين بما انه اول بت عندي واحد هي بنزلها كما هي، وبعدين البقيه بقلبهم. واحد واحد. طيب هلا بجيب الناقص 13 هذا بجيبه لهون بجمعه مع السالب 25 وبجمعه مع السالب 25. هاي زائد، خلينا نحط الرقم 1 1 0 0 واحد 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 واحد. الجواب ايش لازم يطلع معي يا جماعة؟ سالب 38. الجواب شو لازم يطلع؟ سالب صح؟ سالب 38. سالب 38. خلينا نتأكد هل الجواب بيطلع معنا هيك ولا لا. يلا دكتور بس بصير شوي شوي على الجمع عشان مش كثير فاهمها هون يعني؟ الجمع. يلا انت يا زن اشتغل معي. زيد مش يا زن. مين؟ زيد. زيد انا زيد. زيد؟ غريب. مش طالع، مش طالع. طيب يلا يا زيد. يلا واحد زائد واحد زيد ايش بسوي؟ هاي اللي مش عارفها دكتور بالضبط، اللي هو هون ايش اسوي هسا؟ زيد واحد زائد واحد اثنين صح؟ تمام. هي صفر واحد. اللي هو الباينري تبعها تمام. الباينري طبعا. اذا الواحد بحطه فوق. ايوه وباليد واحد. تمام 100%. هلا واحد 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 يا زيد ايش؟ اللي هم ثلاث، اللي هو اثنين وثلاث يعني واحد 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 وباليد واحد. ايوه مزبوط.
يلا كمل. واحد وواحد وصفر اثنين اللي هو اللي صفر هي واحد. صفر صفر واحد فوق. وباليد واحد واحد صفر صفر واحد صفر واحد 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 هون اثنين صفر واحد صفر وباليد واحد ثلاث اللي هي واحد وباليد واحد اللي هي واحد واحد وآخر إشي ثلاث برضو واحد ثلاث وباليد واحد واحد صح؟ مية بالمية. طيب لاحظوا الجواب هذا اللي طلع معي سالب ولا موجب؟ سالب 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 عشان الموست ليفت بت هيها واحد. طب أنا مثلا سألتك بالامتحان بحكي لك أعطيني إيش الديسيمال فاليو لهاي للناتج، شو بدنا نعمل هلا؟ نعمل ناقص نفتح قوس منرد ناخذ التوس كومبلمنت إلها. يلا أعطوني التوس كومبلمنت إلها، شو هاي بتساوي؟ صفر صفر واحد واحد صفر صفر واحد صفر صفر صفر. الجواب شو لازم يطلع عندي يا جماعة؟ 38 صح؟ 38 وهيو 38 32 و6 صح؟ بالضبط. إذن بقول الجواب هو ماينس 38. هلا واحد منكم ممكن يحكي لي طب دكتور ما أنا هيني هاي مباشرة بجمعهم هون وبقول إنه الجواب ماينس 38. أنا لا بالسؤال ساعتها شو بكون معطيك أنا؟ بكون معطيك الباينري هذول، بكون معطيك هذول وبقول لك اجري العملية وأعطيني الديسيمال بالي. واضح؟ تمام دكتور. تفضلي يا تفضلي جنان. الواحد اللي باليد ليش ما حطيناه جنبهم؟ لا أنا ما بفرق عشانه هاي هاي راح يصير صفر. فرق عندي أشي؟ هيو هاي واحد عملت لها صح بعد ما عملت التوس راح تكون صفر. فرقت عندي إشي يا جنان؟ لا لا خلص ما فرقت عندي إشي. طيب واضح يا جماعة موضوع الأديشن؟ خلص السؤال تفضل. هسا مش أنت قلت أول إشي إذا بدنا نحوده لموجب بننزل بس أول خانة وبالأخير بنقلب الباقي؟ مش بنزل أول خانة يا آدم ولا حكيت بمشي من اليمين. طيب. عين ما ألاقي أول واحد كل هاي البيتس بنزلهم كما هم وبعديه بنعكس وبعديها بعد أول واحد بلاقيه الباقي بعد بأخذ الكمبليمنت أو الإنفرس أو النت. آه تمام حلو. حلو. واضح يا آدم؟ واضح تمام. طيب يا جماعة هلا في موضوع مهم بدنا نحاول نخلصه بالسشن الأولى هاي بتبقى معنا 9 دقائق اللي هو موضوع الأوفر فلو. موضوع الأوفر فلو طيب ركزوا معي يا جماعة بهذا الموضوع عشانه مهم جدا. موضوع الأوفر فلو أنا مثلا أعطيتك بحكي لك 5 + 4 باستخدام ركز معي باستخدام 4 bits. سؤالي إلك هل في overflow ولا لا؟ بداية خلينا نفهم شو يعني مفهوم الoverflow. الoverflow يا جماعة معناه إنه أنا بدي أقوم بoperation والoperation هاي بتحتاج لعدد من البيتس مش متوفر عندي بالبيتس اللي موجودة عندي تمام؟ فباختصار لما هذا العملية تتم ويكون عدد البيتس غير كافي إذا الجواب موجب إذا الجواب المفروض يكون موجب راح يطلع معي سالب وإذا الجواب المفروض يكون سالب راح يطلع معي إيش؟ راح يطلع معي موجب. هلا باستخدام 4 bits شو أكبر عدد موجب برأيك وبقدر أمثله؟ 7. ممتاز يا رانيا 7. ليش 7 رانيا؟ لأنه بدي بلش عشان الموست ليفت بيت محجوز للساين صح؟ إذن أنا في 1 bit حاجزها للساين إذن بصفي عندي 3 bits من الأربعة. أكثر أكبر عدد موجب هو 1 1 1 اللي هو إيش؟ 7 صح؟ طب لما أنا أحكي 5 + 4 باستخدام ال 4 bits هل راح يكون في عندي overflow بالتالي ولا لا؟ أكم؟ لهاي العملية اللي معطيك إياها 5 + 4 هل راح يكون في عندي overflow ولا لا؟ لا ما بيكون. كيف لا يا عبير؟
بتقدر تمثلها على الفور بيتس. انا عشان هون الجواب شو راح يطلع عندي؟ تسعة. تسعة. التسعة تسعة. بقدر امثلهم باستخدام فور بيتس؟ لا سبعة بس. كيف انا اكبر عدد بس بقدر استخدم امثله باستخدام الفور بيتس هو سبعة. فاذا هون كيف طب هذا الحكي راح اثبته بالحل؟ خلينا نحل سوا يا جماعة. الخمسة ايش تمثيلها باستخدام فور بيت؟ 0 1 0 1. والأربعة ايش تمثيلها؟ 1 0 0 0 1 0 0 0. الجواب ايش لازم يطلع؟ موجب ولا سالب؟ موجب. 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 ولكن راح يطلع معنا هون سالب. خلينا نحل. هاي واحد صفر صفر واحد. إذا واحد. واحد. شو الجواب طلع ما عندي؟ سالب. سالب. الجواب طلع عندي سالب. إذا هون بعرف إنه في عندي أوفر فلو. واضح؟ هون بعرف إنه في عندي أوفر فلو. نفس العملية إذا بدي أنا أجمع مثلاً إذا بقول لك ناقص خمسة ناقص أربعة باستخدام برضو فور بيتس. الجواب إيش لازم يطلع؟ سالب تسعة. سالب تسعة. سالب تسعة صح؟ طب خلينا نشوف إذا بطلع معنا سالب تسعة. الخمسة هيها صح؟ وهاي الأربعة مباشرة خلينا نوجد لهم التوس كومبليمنت للناقص خمسة. هاي الناقص خمسة والناقص أربعة مباشرة خلينا نحطهم هون ونجمعهم مع بعض. الناقص خمسة هاي الواحد واحد كما هي واحد واحد صفر واحد صفر واحد. الناقص أربعة صفر زيرو زيرو وان وان زيرو وان وان وان. طب اجمعهم هذول مع بعض شو بطلع عندي الجواب؟ هاي واحد وان 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 زيرو وباليد وان. قلنا الكلمة ليش دخل فيه. كل جواب طلع عندي هون موجب. 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 إذا هذا هل هذا الحكي صحيح ولا لا؟ لا هذا الحكي غلط. إذا شو معناها؟ معناها عندي أوفر فلو. واضح يا جماعة موضوع الأوفر فلو؟ طب دكتور حكينا إنه أكبر إشي إلها. خليني بس أكمل. بدي أعطيكوا تريك. بدي أعطيكوا تريك مشان تستخدموها برضو لهذا الموضوع. أنا الرينج عندي يا جماعة بين أكبر عدد موجب لأقل عدد سالب هو كالآتي بالعلاقة هاي. زائد أكبر عدد موجب هو 2 قوة N ناقص 1. الكل ناقص 1 هذا أكبر عدد موجب لأقل عدد سالب اللي هو إيش؟ اللي هو ناقص افتح قوس 2 قوة N ناقص 1 where n is the number of bits. n هو number of bits اللي available عندي. فمثلا اذا حكيت لك انه انت عندك 8 bits ماشي مباشرة على هذا القانون ايش اكبر عدد موجب واقل عدد سالب تقدر تمثله؟ ان قد ايه؟ عندي 8 بيتس 8 بيتس 8 يلا عوض بالقانون بدل ان 8 شو راح يطلع عندك؟ اكبر عدد موجب راح يكون 127 127 اللي هو 2 قوة 7 ناقص 1 2 قوة 7 128 ناقص 1 127 لايش؟ سالب 128 لسالب 128 هلا اي عمليه انا بكون معطيك اياها فرضا حكيت لك 70 زائد 80 هل الجواب هل راح يكون في عندي اوفر فلو هون باستخدام 8 بيتس شو يا جماعه دكتور طبعا طبعا مالكم الجواب راح يكون 150 أنا أكبر عدد موجب بقدر أمثله 127 هون الجواب راح يكون 150 إذا شو مباشرة بتقول لي نعم في عندي أوفر فلو واضح؟
طلبت منك باستخدام الحل اللي تثبت لي هذا الحكي بتمثل السبعين بتمثل الثمانين تجمعهم مع بعض. لما تجمعهم مع بعض الساين بت راح تكون عندك إيش؟ راح تكون عندك واحد يعني سالبة، مع إنه شو لازم يكون الجواب؟ موجب. فهيك بتثبت لي إنه برضو في أوفر فلو. وضحت يا جماعة؟ إذا حسب طبيعة السؤال جبت لك صيغة زي هيك وقلت لك في أوفر فلو ولا لا، مباشرة بتقدر تستخدم القانون هذا وتوجد لي هل في أوفر فلو ولا لا. واضح يا جماعة؟ حلو الكلام، اتوضحت الأمور بالنسبة للأوفر فلو. في حدا عنده أي سؤال؟ قبل ما نختم هذا الموضوع السشن بدي أعطيك سؤال تجربه بالبيت وبكرة تعطيني حله، ماشي؟ بكرة تعطيني حله. إذا حكيت لك هيك بدي إشي تفكر فيه أنت. بدي يا جماعة المسألة التالية 30 ديسيمال ناقص ناقص 1.5 أوكتل، انقل السؤال عندك أوكتل باستخدام 8 بيتس. لاحظوا أنا معطيك رقم ديسيمال ورقم أوكتل وبدنا نقوم بعملية العملية هاي المعطية لك. واضح؟ هذا جربوه بالبيت وبكرة بتعطوني حله. واضح؟ هيك رح ننهي السيشن مباشرة، خلينا ندخل على السيشن الجديد مشان ناخذ الـ IEEE floating point representation. يعطيكم ألف عافية.